السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا طيبين وبخير وصحة وسلام. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتهم ناس كثيرة خالص، وهي مشكلة العقارات. لما نتكلم على العقارات يبقى إحنا بنقصد بكلمة العقارات اللي هي إيه؟ المباني، العمارات يعني مثلاً، والأرض، المباني، الأرض الفضاء اللي هي صالحة للبناء عليها، والأرض الزراعية. بالنسبة للمباني، يعني لو أنت عندك عمارة أو عندك أرض فضاء أو عندك أرض زراعية، وارد جدا أنه يحصل نوع من البلطجة عليك. يعني يجي واحد كده ويحط ايده على الارض او على المبنى او والحقيقة انه كان القانون كان العقوبات ضعيفة جدا بخصوص الموضوع ده. يعني كانت العقوبات حبس لا تزيد مدته عن سنة، أو غرامة لا تزيد عن 300 جنيه. يعني يا الحبس مدة أقصاها سنة، يعني تقل عن سنة، وارد أنها تقل لأن الحد الأقصى سنة، والغرامة الحد الأقصى 300 جنيه، وممكن يتحكم يبدي، وكان غالبا بيتحكم يعني بالغرامة، و300 جنيه ده كلام فاضي يعني. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه في شهر يوم 12-12-2019 في آخر السنة اللي فاتت، صدر القانون 164 لسنة 2019. القانون ده عدل العقوبات الواردة بخصوص التعدي على العقارات، ووضع التعديل ده في نص المادة 369. مادة 369، المادة دي 369 هي نفسها المادة اللي كانت في القانون قبل التعديل، وكانت بتقول انه اي حد يبلطج على عقار من العقارات العقوبة بتاعته مدة لا تزيد عن حبس سنة، يعني تقل ما تزيدش، او غرامة 300 جنيه يعني اقصاها 300 جنيه. يعني تخيلوا لو واحد مثلا خد المدة القصوى حبس سنة والغرامة القصوى 300 جنيه، ايه يعني المشكلة لما ياخد له سنة ويحط ايده على ارض او مبنى او ارض زراعية تمنها ملايين. لكن زي ما قلت لحضراتكم، في 12-12-2019 صدر القانون 164 سنة 2019، وعدل في نص المادة 369. طيب احنا هنا عايزين نتكلم عن ايه؟ زي ما انا قلت انه العقارات تلات انواع: المباني المنشأة زي العمارات، والارض الفضاء اللي هي يعني لو واحد عنده كم متر كده عايز يبنيهم، والارض الزراعية. انا اللي يهمني في الموضوع ده هي الارض الزراعية. ليه الارض الزراعية بالذات؟ لأن أنت لو عندك عمارة سهل جدا أن أنت تكفل الباب وتجيب غفير أو تجيب أمن، فأنت تتحكم في، يعني مش سهل أن يتبلطج عليك. طيب بالنسبة للأرض المباني، لو أنت عندك 200 متر 300 متر 400 متر 500 متر عايز تبنيهم، أنت ممكن برضو تعمل لهم رخصة سور، وتعمل للسور ده باب، وتجيب غفير أو أمن
ويقعد، وبرضه هيبقى صعب انه يتبلطج عليك. انما المشكلة الكبيرة واللي انا بعتبرها هي ام المشاكل، لان خلال عملي في القانون، خلال مدة 28 سنة عملي في مجال القانون، لقيت ان هي اللي بينتج عنها المشاكل كلها والجرائم كلها، بداية من جريمة الضرب البسيط نهاية بالقتل وما يترتب على القتل من أخذ بالصقر، هي إيه؟ هي الأرض الزراعية. وده لأن الأرض الزراعية ليها خصوصية خاصة بيها، لأن أنت مثلا ما يكون عندك فدان أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو أكثر أو أقل، من الصعب أن أنت تعمل سور عليهم وتعمل للسور ده باب وتجيب غفير أو تجيب أمن. فأنت بالتالي الـ 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 الأرض بتاعتك أو الفلوس بتاعتك بتبقى تحت عين الشمس، تحت عين الشمس، يعني مفيش أي حماية متوفرة ليها. وبالتالي من السهل جدا أن حد يجي يبلطج عليك ويقول لك مش عارف إيه وأرضي ومش أرضي ويحط. فزي ما أنا قلت، التعديل في نص المادة 369 ده وضع بقى عقوبات غليظة ومشددة وعقوبات زاجرة للموضوع ده. وافترض القانون أربع حالات. أنا عايز بس حضراتكم لو سمحتم تدوني انتباهكم وتركيزكم علشان أنا أحاول أبسط الأمور قدر المستطاع علشان يفهمني غير المشتغلين بالقانون. المادة 369 بعد ما تعدلت في شهر 12/2019 حطت أربع فروض لحالات التعدي. الفرض الأول إيه هو؟ قالت إن كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. يعني إيه؟ يعني انت عندك حتة ارض زراعية، زي ما قلنا احنا نتكلم على الارض الزراعية بس لان ليها خصوصيتها. فهنا في الحالة الاولى مادة 369 قالت لك ايه؟ قالت لك كل من دخل عقار في حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة. يعني انت عندك حتة ارض زراعية بتزرعها، جه واحد كده بالقوة وراح داخل وقال لك انا هاخد الارض دي وانت ما مالكش فيها وامشي اطلع بره بالقوة، تمام؟ او كل من دخل عقار بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد منع حيازته بالقوة. يعني ايه؟ يعني الحالة الاولانية هو دخل من غير ما يكون معاه اي وجه قانوني، هو كده بلطجة وخلاص، الأرض دي مش بتاعتك وشيل إيدك وأنا هزرعها وأنا هحط إيدي عليها. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنك أنت مثلا ممكن تكون سمحت له بالوجود في الأرض دي، يعني عن طريق أن أنت أجرتها له أو شيء من هذا القبيل، بس عقد الإيجار انتهى عقد الإيجار، وفضل هو رغم نهاية عقد الإيجار موجود في الأرض الزراعية دي، وإيه يعني منعك أن أنت ترجع لأرضك. طب العقوبة بتاعته في الحالتين دول، سواء دخل ومنع حيازتك بالقوة بدون سند قانوني، أو كان معاه سند قانوني أنك مثلا مديله عقد إيجار والسند القانوني ده انتهى، يعني عقد الإيجار مدته انتهت وقاعد هو ومنعك من حيازة أرضك، يبقى العقوبة بتاعته في الحالة دي هتكون إيه؟ نص المادة 369 بعد تعديلها في شهر 12/2019 حددت عقوبات قوية في الحالتين دول. ايه هي؟ قالت لك انه الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وايه تاني؟ وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه. يبقى شوفوا احنا في الاول المادة 369 دي قبل تعديلها كانت بتقول الحبس مدة لا تزيد عن سنة او
غرامة لا تزيد عن 300 جنيه. يعني يده يده، يا الحبس لا تزيد عن سنة، يا غرامة لا تزيد عن 300 جنيه. جينا هنا بعد التعديل، شوف بقى الفرق في العقوبة. قال لك ايه؟ ان الحبس سنتين وما تزيدش عن 5 سنين. ومش بس حبس، يعني هو في الاول في قبل التعديل كان بيقول يا الحبس يا الغرامة، هنا بقى قال لك ايه؟ مش بس زود الحبس، يعني هناك كان بيقول لك الحبس لا يزيد عن سنة، هنا قال لك الحبس من 2 إلى 5، يعني الحد الأقصى 5 سنين والحد الأقل 2. الحد الأقصى 5 سنين والحد الأقل 2. الحد الأقصى 5 سنين والحد الأقل إيه؟ 2. هناك كان قبل التعديل كان الحبس الحد الأقصى 1 سنة، الحد الأقصى، وكان ممكن يستبدل الحبس بغرامة 300 جنيه. لكن هنا راح قال لك إيه؟ قال لك لأ، ده الحبس 2 سنين حد أقل وحد أقصى 5 سنين. ومش بس كده، ده كمان تضاف إليه الغرامة، يعني مش الحبس أو الغرامة، لا ده الاتنين مع بعض، الحبس والغرامة. الغرامة كام؟ 550,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه. يبقى هو هنا فرض الحبس زائد الغرامة، مش يدا يدا لا، الاتنين مع بعض، وزود مدة الحبس، خلاها الحد الأقصى 5 سنين والحد الأقل 2، وخلى الغرامة الحد الأقصى 500,000 جنيه والحد الأقل 50,000 جنيه. يبقى ده طبعا فرق كبير. في الأول كان إيه؟ الحبس الحد الأقصى 1 سنة والغرامة الحد الأقصى 300، وممكن القاضي يحكم يبدي يبدي. لكن هنا لا، ده القاضي لازم يحكم بالاتنين مع بعض، بالحبس وبالغرامة، بالحبس وبالغرامة. والحبس مدته الأقصى 5 سنين والأقل 2، والغرامة مدتها قيمتها الأقصى 500,000 جنيه وأقل حاجة 50,000 جنيه. طب دي الفرض الأول اللي افترضته المادة 369 بعد التعديل. طب هل سكتت عن كده المادة دي؟ الإجابة لا، ده كمان المادة دي فرضت أو حطت 4 افتراضات. احنا اللي اتكلمنا عليه ده افتراض واحد بس. طب الافتراض الثاني أو الصورة الثانية ايه هي؟ بيقول لك فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، ركزوا معايا من فضلكم، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو إدلاء ببيانات غير صحيحة. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده زي ما احنا بنشوف في الواقع العملي، إنه يجي واحد يقول لك إيه والله أنا الأرض دي مش عارف عمتي باعتها لجوز عمتي، وخالتي اشترتها من جوز خالتي، واتخالتي باعها لمرات أبويا، ويروح جايب لك حتة ورقة ملهاش أي لزوم من سنة من أيام سعد زغلول، وعليها شوية أختام كده من أيام ما كانوا الأختام دي اللي تتعمل هي كانوا بدل الإمضة، واخد بالك، ويقول لك آه ده أنا مش عارف وارث مين عن مين عن مين عن مين، وده باع لده وده، والحوارات الأفلام دي كلها، واخد بالك. المشرع الحمد لله تيقظ لهذه التحايلات، فقال لك إيه؟ قال لك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو إدلاء ببيانات غير صحيحة. يعني لو واحد جاب لك شوية ورد زي كده وقال لك مش عارف مين باع لمين، وجاب لك يعني إيه إقرارات غير صحيحة أو بيانات غير صحيحة، يحصل إيه في الحالة اللي زي دي؟ يحصل إن العقوبة تزيد. تبقى كد إيه العقوبة؟ العقوبة هتبقى الحبس مدة لا تقل عن 2 سنين ولا تزيد عن 7 سنوات. يبقى هنا زود بقى. في الحالة الأولانية كان الحبس أقل حاجة 2 سنين وأكتر حاجة 5 سنين، ده في الحالة الأولانية. في الحالة اللي احنا فيها دي، في حالة تقديم أوراق غير صحيحة، قال لك الحبس العقوبة الحبس مدة 2 سنين ده أقل حاجة،
وسبع سنين ده اكتر حاجة. يبقى هو زود هنا، خلاها بدل ما الحبس في الحالة الاولانية 5 سنين، راح رافع مدة الحبس وقال لك اقل حاجة 2 سنين واكتر حاجة 7 سنين. ده امتى؟ لما يكون قدم اوراق غير صحيحة. طب هل هو اكتفى بالحبس من 7 سنين كحد اقصى الى 2 سنين كحد اقل؟ لا، قال لك وكمان غرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 1,000,000. يبقى هو هنا كمان ايه؟ بيزود في الغرامة، زود في الغرامة. لو تفتكروا في الصورة الاولانية او في الحالة الاولانية كانت الغرامة 50,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه هنا، وكان الحبس من 2 لـ5. جاء هنا في لما جاء اتكلم عن الاقرارات او الكلام المزور اللي بيتقدم ده، هو قال لك لا، الحبس هيبقى اقل حاجة 2 واكتر حاجة 7 سنين، والغرامة اقل حاجة 100,000 واكتر حاجة 1,000,000. يبقى هو عمال ايه؟ بيتدرج في العقوبة من الاقل في الاكتر علشان يمنع التحايلات واللف والدوران اللي بيحصل. يا رب اكون انا موضح لكم المقصد بتاع نص المادة. انا بحاول ابسطها يا جماعة على قد ما اقدر، وطبعا انتوا هيبقى مرفق بالفيديوهات الموبايلات والتليفونات بتاعتي، عشان لو اي حد مش واضح بالنسبة له اي حاجة يعني ممكن يستفسر مني من خلال اتصال تليفوني. طيب، يبقى دي اول صورة خلصنا منها، وتاني صورة خلصنا منها، او اول حالة خلصنا منها وتاني حالة خلصنا منها. تالت حال بيقولك ايه بقى؟ اذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، يعني بقى ايه هنا؟ هنخش بقى في ايه؟ واحد هيستخدم القوة اللي هي الضرب البتاع مش عارف ايه الكلام اللي زي ده. او اذا وقعت من شخصين او اكتر وكان احدهما يحمل سلاح، يعني بقى ايه الحالة دي؟ بتتكلم عن ايه؟ عن اذا كانت الجريمة هتقع بالقوة او من شخصين او اكتر وكان واحد معاه سلاح. ايه السلاح؟ السلاح ممكن يكون العصاية، الشوبة العادية اللي احنا عارفينها، الشومة بتاعتنا العادية، ده سلاح على فكرة، يعني ما حدش يفتكر ان الشومة دي مش سلاح. الشومة سلاح، المطوة سلاح، حتة حديدة سلاح، السلاح الناري طبعا سلاح. فهو هنا في الحالة الثالثة دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا وقعت الجريمة من باستخدام القوة او من شخصين او اكتر وكان احدهم يحمل سلاح، ايه بقى هتكون العقوبة هنا؟ هنا برضو هيبتدي يرفع لنا العقوبة، يرفع لنا العقوبة كل شوية، هو بيتدرج في رفع العقوبة. قال لك العقوبة هتبقى ايه؟ الحبس الذي لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 7 سنوات. يبقى هو زود هنا العقوبة، خلى اكتر حاجة حبس 7 سنوات واقل حاجة حبس 3 سنوات. طب سكت لغاية هنا؟ قال لك لا، وغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد عن 1,000,000 جنيه. غرامة لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد عن 1,000,000 جنيه. يبقى اللي متابعني من الاول هيلاقي انه هنا زود في ايه؟ في العقوبة. العقوبة اللي كانت اقل حاجة 2 خلاها لا 3، وكانت اكتر حاجة 7 سنين فضل على 7. يبقى هو زود في الحد الادنى للعقوبة، انما الحد الاقصى ما زودوش، قاعد زي ما هو 7 سنين، انما هو زود الحد الاقل، خلاه بدل من 2 خلاه 3 سنين، وزود كمان في الغرامة. الغرامة كانت الحد الأقل 100,000 جنيه خلاها 500,000 جنيه، وكان الحد الأقصى ليها 1,000,000 خلاها 1,000,000 زي ما هو. يبقى هو زود في إيه؟ في الحد الأقل للجريمة من حيث الحبس ومن حيث الغرامة.
طيب الحالة الرابعة والأخيرة اللي هو المادة 369 اتكلمت عليها اللي هي ايه بقى؟ قال لك ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقار وصدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته. مهمة جدا يا جماعة الحتة دي، مهمة جدا. إزاي؟ حضرتك عندك حتة أرض مأجرها وبعد كده حصلت على حكم من المحكمة بفسخ عقد الإيجار أو بإنهاء عقد الإيجار مع الطرد والتسليم. مع مين؟ مع الطرد والتسليم. اللي بيحصل في الواقع العملي أنه بيجي المحضر وبتيجي الشرطة عشان تسلمك الأرض، اللي وضع إيده على الأرض وبيبلطج عليك بيختفي في لحظة وجود الشرطة ولحظة وجود المحضر، بيختفي وانت بتنفذ الحكم بتاعك اللي هو حكم ليك بإنهاء عقد الإيجار مع الطرد أو بفسخ عقد الإيجار مع الطرد والتسليم أو غيره، وبتستلم من المحضر وتمام، وبعد كده المحضر بيروح والشرطة تروح وانت لسه مش هتتهنى على الأرض، تبص تلاقي الباشا ده اللي هو مبلطج عليك طلع لك من تحت الأرض وإيه، وقال لك أنت استلمت. طب ماشي، الورق اللي أنت استلمت بيه والحكم اللي أنت استلمت بيه ده على حسب لغته هو كبلطجي هيقول لك إيه؟ بل واشرب ميته. ده ما هو بلطجي، ما بيحترمش لا قانون ولا قضاء ولا حاجة خالص، بلطجي. يبقى هنعمل إيه هنا فيه؟ قال لك في الحالة اللي زي دي بيتعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى. الفقرة الأولى اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي قلنا عليها الحالة الأولى أو الصورة الأولى، اللي هي إيه؟ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه. تمام يا جماعة؟ يعني أنت حضرتك كنت مأجر حتة أرض واستلمتها، وبعد ما استلمتها روح الشرطة وروحت المحضر وروح المحضر ورجع لك ده تاني بيحاول ان هو يضع ايده على الارض ويمنعك من حيازة الارض بالقوة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 2 سنين ولا تزيد عن 5 سنين، ومعاهم كمان غرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه. انا حاولت ان انا اوضح النص المادة بشكل مبسط، وشرحت الأربع حالات أو الأربع صور اللي تناولتهم المادة 369 من قانون العقوبات بعد تعديلها في شهر 12/2019. نقطة أخيرة أنا عايز أتكلم فيها، إن واحد هيتكلم معايا يقول لي إيه؟ يقول لي طب واحد هيتحبس وبالنسبة للغرامة معهوش فلوس عشان يدفع الغرامة والكلام ده كله. يا جماعة خلوا بالكم ان الغرامة دي لو واحد معهوش يدفع الغرامة بيتحبس بيها وبيتحسب له اليوم ب5 جنيه. يعني تخيل ان واحد محكوم عليه بغرامة 500,000 جنيه او مليون زي اللي احنا اتكلمنا عليه، مليون جنيه لما يتحبس كل يوم اليوم بتاعه ب5 جنيه، يبقى هيتحبس باقي عمره، او هو كمان عايز له 2-3 فوق عمره يعني. تمام؟ فالموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل، موضوع العقوبات قوية جدا وزاجرة وغليظة علشان البلطجة اللي احنا بنلاقيها في الاراضي الزراعية. وأنا بتكلم بالذات عن أراضي الزراعية لأن هي زي ما قلت في بداية الفيديو هي أم المشاكل.